اهلا بكم مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بحلقه جديده من حلقات برنامج روما شو. عنوان الحلقه النهارده عن سر ابتسامه هوليود، او زي ما بيسموها هوليود سمايل. طيب المصطلح ده انتشر كتير قوي في السوشيال ميديا ما بين الشباب والبنات، بس كان زمان مرتبط عندنا بالنجوم والمشاهير والفنانين. حاليا البنات بقت تقبل عليه جدا، حتى الشباب عايزين نعرف كل حاجة عن ابتسامة هوليود، وعايزين نعرف كل أسرارها، عايزين نعرف إيه معناها، عايزين نعرف برضو تأثيرها على أسناننا، هل هي مفيدة لأسناننا ولا ممكن يكون ليها ضرر. كل ده هنعرفه أكتر مع ضيفي حقيقي، يعني اسم غني عن التعريف، دكتور محمود اللبان، أخصائي زراعة وتجميل الأسنان، عضو الكونجرس الأمريكي لزراعة الأسنان، كمان عضو الجمعية الدولية لتجميل الأسنان، وصاحب مركز الرواد لطب الفم والأسنان. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، نورنا ومشرفنا. الله يخليك كريم. يعني يخليك. الموضوع ده حقيقي منتشر جدا، بس ما فيش ناس بتتكلم في تفاصيله قوي، فاحنا عايزين نعرف كل تفصيل عنه. بداية اسمح لي أعرف إيه معنى ابتسامة هوليود، أو هوليود سمايل زي ما بيقولوا. هو فعلا والله، هو في الفترة الأخيرة طبعا بقى موجود مسمى ابتسامة هوليود، بقى نسمعه في كل حاجة دلوقتي، بقى يعني بقت ناس كتير بقت مهتمية بيه، عايزة تعرف يعني ايه ابتسامة هوليود. يعني احنا دلوقتي مثلا، انا بيجي لي بقى كل يوم مثلا بيجي لي في المركز عندي ناس كتير تسأل عن ايه هي ابتسامة هوليود، انا عاوزة اعمل سناني زي الممثلة الفلانية، انا عايزة سناني تبقى حلوة زي الممثلة الفلانية، او انا شفت ضحكة حلوة تمام عايزه تبقى اسناني زيها. فهو فعلا ابتسامه هوليود ده بقى يعني مش يعني بقاش تسميه، ده فعلا بقى يعني بقى مطلب دلوقتي. أكيد. تحول من ان هي بقت حاجه يعني الناس يعني بتشوفها، لا ده بقى مطلب تمام. وبقت الاعمار كتير بقت تسال عنه، يعني اعمار مثلا مختلفه ومتفاوته. الناس برضو من الحاجات اللي هي برضو خلت الناس تسال عنها، ان هي بقى في نوعيه من الناس او المرضى بداوا يوجدوا ان ابتسامه هوليود ديت يعني اوبشن لعلاجهم، يعني هم كانوا مؤخرين علاج اسنانهم وبقى اوبشن في علاج اسنانهم. هو طبعا هنتكلم بالتفصيل في كل حاجه عن ابتسامه هوليود، بس خليني استغل وجود حضرتك معانا. طبعا المشاهدين حابين اكيد يعرفوا كل المعلومات عنها، بس هنمسكها نقطه نقطه. أول حاجة، إزاي أنا أحصل على ابتسامة جميلة أو ابتسامة هوليود؟ تمام. الابتسامة الجميلة ريم هي الابتسامة اللي تحب العين تشوفها، وتحب كمان تشوفيها العين كمان تعود النظر ليها، تشوفيها كمان مرة وكمان مرة. الابتسامة الجميلة دي يعني فعلا هي لوحة بتكمل لوحة الوش، حاجة جميلة جدا يعني. فالابتسامة الجميلة ديت يعني الابتسامة تبقى جميلة ديت تبقى عن طريق أول حاجة، واللي أنا بعتبره في العلاج اللي أنا بعمله، أو الخطة اللي بمشي فيها مع العيان بتاعي أو صاحبة الابتسامة، مش هنسميها عيان، صاحبة الابتسامة اللي عايزة تظبط الابتسامة بتاعتها أو اللي عايز يظبط الابتسامة بتاعته. أنا بعتبرها هي رقم واحد إن هي تبقى تناسقية متناسقة، يعني لازم تبقى الابتسامه متناسقه مع ايه بقى يعني؟ تمام. هي لازم، بص احنا اتكلمنا قلنا ان ابتسامه الهوليود ديت احنا ديت ان عاوزين نجمل بيها الابتسامه بتاعتنا، لعشان نوصل ان الضحكه بتاعتنا والوش بتاعنا كله يبقى مكتمل من الناحيه الجماليه. يبقى لازم اول حاجه ان الابتسامه بتاعتنا تبقى اول حاجه متناسقه على وشنا، متناسقه على شكل الوش، متناسقة على لون الوش. بمعنى ان انت مثلا لما بتيجي تتكلمي مع حد تمام، او يعني المفروض ان اللي عامل ابتسامة هوليود ما يتقولوش انت عامل سنانك فين، لا، انت المفروض ان هو يتقال له انت سنانك جميلة، انت سنانك حلوة تمام، مش يعني شكلها ما يكونش فيك يعني. شكلها ما يكونش فيك خالص يعني، او يعني ظاهرة ان انت عاملة حاجة في اسنانك. المفروض ان احنا اصلا في ابتسامه هوليود ديت ان احنا بنوصل للنسب الطبيعيه الجماليه اللي خالق ربنا عليها السنان، اللي ربنا خالق عليها السنان. فلازم يبقى اول حاجه ان هي تبقى متناسقه على وشنا،
بمعنى ان هي تبقى ما تبقاش يعني تبقى شكل السنان ماشي مع شكل الوش، ولون السنان بيبقى برضو متناسب او متقارب مع لون الوش ولون البشره بتاعت الوش، لعشان تبقى اللوحه الجماليه بتاعت الوش بتاعنا تبقى متكامله. طب هي برضو يا دكتور سمعت عن هوليود سمايل او الاعتقاد السائد عندنا كلنا ان هي بس مجرد حاجه للتجميل، هل هي حاجه للتجميل بس ولا ممكن نستخدمها يعني لعلاج بعض الحالات؟ لا طبعا طبعا، ما هي بص هقول لك حاجه، ابتسامه هوليود ديت اولا بقت عباره عندنا، ابتسامه هوليود ديت يعني احنا بنطلعها اما بنيجي نصمم الابتسامه، احنا بنصممها عن طريق رولز احنا بنستخدمها عشان نطلع الابتسامه بتاعتنا ايدال او ستاندرد زي ما احنا عايزين نطلعها لصاحبه الابتسامه بتاعتنا او صاحب الابتسامه اللي هو جاي يجمل الابتسامه بتاعته. فهي ابتسامه هوليود ما بقتش تجميليه بس، ابتسامه هوليود ديت بقت عندنا اوبشن في بنعتمد عليه في علاجات كتير عندنا في طب الاسنان الحديث. يعني مثلا زي ايه مثلا؟ يعني مثلا مثلا يعني احنا مثلا كان زمان مثلا مثلا اعوجاج الاسنان مثلا، نتكلم مثلا عن حاجه زي اعوجاج الاسنان. زمان مثلا كان اعوجاج الاسنان، هو طبعا اعوجاج الاسنان في منه درجات، زمان كان كل انواع درجات اعوجاج الاسنان لازم يبقى حلها عن طريق التقويم. طبعا التقويم طبعا الاسنان بيناسب اعمار وما بيناسبش اعمار، فمثلا احنا عندنا مثلا دلوقتي بقى عن طريق الرولز بتاعه ابتسامه هوليود قدرنا نعالج اعوجاج الاسنان البسيط، تمام قدرنا نعالجه. فدي برضو ده اوبشن او مجال فتحه لنا برضو ابتسامه هوليود، فتحته لنا عن طريق ان احنا بقى في ناس زي ما انا قلت لك في اول الحلقه، كان في ناس فعلا مأخرة علاج اسنانها بسبب حاجه زي كده، ان هو مثلا حد عنده مثلا معدي ال 20 سنه مثلا او حاجه ما يناسبوش تقويم وشايف ان هو لا كده، فبدلا ما كان هو كان في الحاله ديت كان خلاص بيكمل باسنانه كده بالاعوجاج دوت، وطبعا الاعوجاج ده بيبقى ليه مشاكل بعد كده وبيؤدي لمشاكل تسوس وحاجات زي كده في صحه الاسنان وصحه اللثه طبعا مع ابتسامه هوليود والتقنيه الحديثه في تطبيق ابتسامه هوليود قدرنا نعالج الحالات ديت، ويعني فتحنا لها اوبشن للعلاج عن طريق ابتسامه هوليود. فابتسامه هوليود ما بقتش علاجيه بس، ما بقتش تجميليه بس، لا ده بقينا نستخدمها ممكن في نعالجها في بعض الحالات. طب هل هي بتصلح لكل الحالات ولا في بعض الحالات ما يعني ما ينفعش نعمل لها هوليود سمايل؟ ما هو زي ما بقول لك يعني هو، وطبعا عايزه اقول لحضرتك ان الصور موجوده على الشاشه برضو، احب ان حضرتك تعلق لنا عليها وتشرح لنا بيها اكتر، يعني محضر لنا داتا النهارده بس يعني ما شاء الله ماده علميه كبيره قوي، انا من رايي المتواضع يعني هي تدرس لطلبه طب الاسنان. والله حقيقي والله يا دكتور بص يعني. والله يا ريم انا هقول لحضرتك، احنا عايزين النهارده على قد ما نقدر نوصل ان احنا احنا هنعيش الناس خطوه بخطوه لحد ما نوصل للشكل النهائي. عايزين ابتسامه الود ديت نطلع بيها، اصل هو ده بقى يعني مش بقى مسمى بس، لا ده بقى مطلب اكيد بقى مطلب انتشر جدا، ويعني زي ما انت بتقولي دلوقتي بقت في ناس مثلا بقت تتكلم مثلا يعني هل تنفع معايا ابتسامه الود او ما تنفعش، كل الحالات تنفع ولا لا، وفي ناس بتبقى يعني عايزه تعمل ابتسامه الود وفعلا محتاجه تعمل ابتسامه الود، بس مثلا من الفيدباك اللي خده مثلا لا انا شفت مثلا اسنان مش متناسقه كده بتاع حد صاحبي عمل حاجه بس او صاحبتي عملت حاجه ومش متناسقه، فهو بيبقى بالتالي عايز يعمل يخش على الخطوه ديت، بس بيبقى هو متردد مثلا ان هو شاف فيدباك مثلا ما عجبهوش. فاحنا عايزين النهارده فعلا بجد عايزين نوصل يعني ان احنا نوضح ابتسامه هوليود ديت يعني كل خطواتها بكل اسرارها يعني ان شاء الله. طب انا مثلا لو عندي اسنان مخلوعه هل ده يصلح لها برضو ابتسامه هوليود ولا؟ ما هو تمام، ابتسامه هوليود ديت يا ريم هي ابتسامه هوليود ديت بقت عباره عن رولز تطبق عشان نوصل عشان نوصل للمعايير الطبيعيه الجماليه
اللي هي بتدي المعايير الطبيعيه اللي بتدي الابتسامه جمالها. تمام. فعندنا مثلا في الحاله اللي زي ما انت بتقولي كده اسنان مخلوعه، الاسنان المخلوعه لا طبعا بننفذها، وفعلا الاسنان المخلوعه لما بنيجي نعوضها سواء عن طريق الزراعه او عن طريق الكراونز، الكراونز ده بيكون عباره عن ايه يعني برضو عشان الجمهور يبقى قادر يفهم؟ طبعا دي حاجات علميه بيكون ليها اسامي، احنا مش دكاتره ولا متخصصين، بس حضرتك حاول توضح لنا الكراون ده بيبقى عباره عن ايه علشان برضو الناس تبقى فاهمه معانا هو في حالة او عايشه الحاله كلها. في حاله الاسنان المخلوعه بنعوضها بحاجتين، يا اما بالزراعه يا اما بالتركيبات الثابته. تمام. هي التركيبات الثابته ديت اللي هي برضو او عن طريق الزراعه بنوصل برضو ان احنا بنعوض الاسنان المخلوعه او المفقوده، وبنطلعها برضو بالنسب الجماليه بتاعتها المطلوبه. يعني اللي عشان برضو بتستخدم التقنيه نفسها برضو طبعًا طبعًا حتى طبعًا لو الاسنان مخلوعه. تمام. يا دكتور انا برضو عايزه اعرف كل الخطوات، وعايزين نشرح للساده المشاهدين كل الخطوات من البدايه من الالف للياء. معلش احنا نستغل وجود حضرتك معانا ويعني فهمنا من اول الزياره الاولى لحضرتك ايه اللي بيتم علشان احصل على ابتسامه جميله زي ما انا حصلت عليها برضو. حقيقي يعني شهادتي في حضرتك مجروحه يعني. شكرا شكرا. لان فعلا شغل حضرتك لا مش مجرد دكتور، دكتور فنان فعلا والله بجد. شكرا شكرا شكرا. فبرضو عايزه اعرف زي ما قلت لحضرتك الخطوات من الالف للياء. تمام ماشي تمام. بص، هو ابتسامه هوليود هي اول حاجه، ابتسامه هوليود مسماها العلمي، مسماها العلمي. وياريت طبعا الصور تكون معانا على الشاشه علشان حضرتك برضو يعني تكون معانا صور وداتا تشرح لنا عليها اكتر. تمام اكيد. تمام. اتفضل يا دكتور كامل. هو انا حابب بس الاول احنا يعني عايزين طب انا اسفه اقطع حضرتك بس معانا اتصال تليفوني، يعني حابه تعمل مداخله مع حضرتك. اهلا بيك يا رحمه. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا بيك يا رحمه. اهلا بحضرتك. اتفضلي معاكي دكتور محمود اللبان. اهلا بيك يا دكتور، ممكن اتواصل معاك؟ اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. بصي يا دكتور، وانا بس كان ليا استفسار. انا كان عندي فرق في الاسنان الاماميه وزي وجهه بسيط كده الاسنان قبل قدام. معلش يا رحمه بس حاولي توضحي صوتك علشان الدكتور يقدر يرد على استفسارك. انا عندي الفرق بين الاسنان الاماميه، فرق بين الاسنان واعوجاج بسيط زي الاسنان قبل قدام شويه. طب هل الهوليوود سمايل دي تنفع ليها؟ لان شكل الاسنان مش لطيف خالص. طب هو بس يا رحمه، هو الـ 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 الفواصل ما بين الاسنان، الفراغات ما بين الاسنان، ما بين السنتين بس ولا ما بين اكتر من سنه؟ هما السنتين الاماميين بس، يعني هو الفراغ عندك ما بين السنتين بس؟ اللي هو الـ الـ الجزء اللي فوق. تمام، يعني هو ما بين سنتين بس. وفي بروز؟ في بروز بسيط كده، هو واضح يعني، واضح بيظهر في الكلام. تمام. ميرسي قوي. شكرا ليك يا رحمه. طبعا حضرتك سمعت استفسار رحمه، في الحاله دي ايه اللي بيتم وهل ينفع لها هوليوود سمايل ولا لا؟ بص، هي في الحاله دي يا تريم، هي رحمه عندها مشكلتين. هي قالت تمام. اول حاجه هي رقم واحد ان هي عندها فواصل ما بين السنتين القداميتين. تمام. وعندها بروز. تمام. هو هقول لحضرتك حاجه، هو دي يعني لو على بس الفواصل ما بين الاسنان، ابتسامه هوليود زي ما قلت لحضرتك في اول حلقه نقدر نحل بيها عن طريق نقدر نحل مشكله الايه، الفواصل ما بين الاسنان. لكن هي بتقول في مشكله ثانيه اللي هي بروز الاسنان. بروز الاسنان ده بقى لازم الحاله تتشخص كلينيكال، يعني على الكرسي في العياده، ونجمع لها الداتا بتاعتها اللي انا لسه هتكلم عليها دلوقتي، ان احنا ازاي بنوصل لان الحاله نوصل لابتسامه جميله. تمام. لسه هتكلم عليها دلوقتي عشان بس رحمه تبقى مستفيده معانا. بنجمع لازم مادام قال في بروز ده لازم التشخص فيه عندنا على كرسي العياده في العياده دكتور الاسنان او دكتور عشان التجميل، عشان حضرتك تقدر تشخص حالتها بشكل كويس. لان البروز دوت في منه انواع وفي منه درجات. يعني عندك مثلا البروز دوت مثلا ممكن يكون بروز في الاسنان بس، لا ممكن يكون بروز في العظم بتاع الفك،
وممكن يكون البروز في الاثنين مع بعض، يعني البروز في الفك، في عظم الفك، وبروز كمان في الاسنان. أكيد. فلازم في الحاله ديت برضو يعني هو العلاج عندنا في طب الاسنان او لازم بيبقى عباره عن معطيات زي مساله هندسه كده بالظبط. بنحط ده يعني بنحط الحاجه ديت يعني بناخد حاله العيان زي ما هنشرح دلوقتي. بنجمع تولز ليها معينه يعني حاجات معينه في التشخيص هنتكلم عليها دلوقتي. وعن طريقها بنقول هينفع ايه وهنقدر نقول الحاله هنوصلك لايه. اكيد احنا طبعا هنقول كل الخطوات وكل مراحلها، بس بقى نروح فاصل اعلان يعني صغير ونرجع مع حضرتك تاني. يا ناصر ماشي فضل. هو انا عملت هوليود سمايل بقالي حوالي شهرين مثلا، علشان بحكم طبيعة شغلي كمذيعة بتحكمني ان انا دايما اهتم بالمظهر، وكان سناني لونها مش عاجبني، وكلمت الدكتور وفهمني ان هو مش بس لازم نهتم باللون يبقى فاتح، لا لازم نهتم اكتر بالشكل وكل تفصيلة بالاسنان. غيرت لي شكل اسناني وخلتني واثقه من نفسي اكتر، وبتكلم وبضحك، ما كنتش بحب اضحك في الصور حقيقي يعني. يعني انا حابه اوجه كلامي اكتر للناس اللي هم بيخافوا من دكاتره الاسنان. حقيقي الموضوع ما كانش فيه اي خوف خالص، لان انا عندي عقده يعني من صغري وانا بخاف جدا اروح لاي دكتور اسنان. فدكتور محمود من خلال الكشف يعني والزياره الاولى طمني جدا بخصوص كل حاجه، وعرفني كل حاجه هتتم في سناني حتى والشكل اللي هيكون عليه الاسنان. الموضوع ما كانش مؤلم خالص يعني. حقيقه انا حابه اشكر دكتور محمود ومركز الرواد على حسن استقبالهم وعلى طريقتهم، ناس بروفيشنال جدا وعندهم التزام تام في مواعيد، ومكانهم معقم وكل حاجه عندهم كويسه جدا. تجربتي معاهم كانت حلوه قوي، وبنصح اي حد ان هو يجي مركز الرواد ويتعامل مع دكتور محمود. شكرا دكتور محمود، شكرا مركز الرواد. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه مكملين مع دكتور محمود اللبان. طبعا قبل الفاصل يا دكتور كنا بنتكلم عن خطوات ومراحل ابتسامة هوليود، حضرتك قلت ان انت هتشرحها بالتفصيل. اتفضل بقى قول لنا بداية اول مرحلة فيها بتكون عبارة عن ايه. تمام. هو ابتسامة هوليود في الاول هو معناها العلمي اللي هو ديجيتال سمايل ديزاين، ده الاسم العلمي بتاعها ديجيتال سمايل ديزاين، حتى كمان متعارف عليها يعني دي اس دي، يعني هو ده المسمى العلمي بتاعها دي اس دي، يعني ديجيتال سمايل ديزاين. الديجيتال سمايل ديزاين دوت يعني بالعربي تصميم الابتسامه الرقميه. فاحنا من اسمها كده تصميم، فاحنا لازم يبقى عندنا داتا. معانا طبعا الصوره على الهواء وحضرتك بتشرح لنا دي تصميم الابتسامه. ديت يعني هي دي الابتسامه الايديال اللي احنا عايزين نوصل في النهايه ليها في الاخر. ده الشكل النهائي. ده الشكل النهائي اللي هو دوت الشكل الستاندرد اللي مطبق فيه الريشيو النسب الطبيعيه الجماليه للاسنان. يعني هو دوت بيبقى ده عباره عندنا عن هو دوت الستاندرد بتاعنا اللي احنا عايزين نطلعه. يعني احنا دي شكل الابتسامه اللي هي مطبق عليها النسب الجماليه للاسنان عشان نضمن ان فعلا الابتسامه بتاعتنا تبقى شيقه وجميله وملفته للنظر. تمام. فعشان نوصل للشكل الابتسامه المظبوط دوت احنا لازم نمشي خطوات مع الحاله بتاعتنا عشان نوصل للشكل الشكل بتاعنا الجميل. ايه بقى اول مرحله بتكون
يعني بنبتدي نعمل ايه علشان نوصل طبعا للشكل الجميل ده؟ اول حاجه طبعا، اول حاجه احنا بنجمع الداتا بتاعتنا بتاعت الحاله لعشان نحولها الى صوره رقميه نشتغل بيها على البرامج الطبيه بتاعتنا اللي هي السوفت ويرز اللي هي بتهيئنا اللي احنا نوصل طبعا احنا حضرتك كل المعلومات اللي بتقدمها لنا في صور ليها علشان الناس برضو تبقى شايفه الشكل مع معلومات حضرتك وشرح حضرتك. اكيد اول حاجه طبعا بنبدا نشتغل عليها ان احنا بنجمع الداتا بتاعه العين دي. بتشمل اول حاجه عندنا طبعا بنعمل فوتو سيشن للحاله بيفور طبعا نعمل فوتو سيشن للحاله، بنجمع فيها ضحكتها من كذا زاويه. اول حاجه وده برضو يعني هو دوت يعني ده برضو اللي احنا بنتكلم عليه، بنعمل الحاجات دي كلها لعشان نوصل للتناسقيه اللي انا كلمتك عليها في اول الحلقه. مش مجرد بس شكل يعني يكون لونه ابيض اللون ابيض وخلاص. لا هو مش ان الضحكه او الابتسامه جمالها في لونها بس، لا ده هي الضحكه جمالها في تفاصيلها. اكيد يعني احنا في الاخر لازم نوصل ان تفاصيل كل حاجه عندنا في السنه وفي اللثه المحيطه بيها وفي الشفايف اللي حواليها وتناسقها مع الاسنان انها تبقى كلها متناسقه مع بعضيها. اكيد فاول حاجه بنعملها طبعا ودي اهم حاجه ان احنا بنحصل على صور للحاله من زوايا مختلفه. اول زاويه مثلا من هي من الوش كده من وش الحاله وهي بتبتسم ابتسامه بسيطه. دي بقى اللي احنا بنتكلم عليها موضوع عدم التناسقيه، يعني هو احنا عايزين يعني نوصل دي بيفور كده وافتر يعني دي عدم التناسقيه، شكل الاسنان مش مترتبه خالص قبل يعني يعني أكيد. دي كده يعني احنا مثلا كنا شفنا الصوره الاولانيه ان شكل السنين مترتب مع شكل الابتسامه اكيد تمام، لكن ديت مش شكل الابتسامه ان هو تبقى بيضه ان هي كده تبقى جميله، لا ما ممكن تبقى الاسنان بيضه بس عندنا مش مريحه للعين اصلا مش يعني. متناسقه لا وبتبقى كمان فيك قوي وباينه اكيد يعني هو جمال الابتسامه ان هي تبقى شكلها طبيعي ولازم تبقى يعني شكلها جميل ولازم تبقى طبيعيه اكيد، بمعنى ان انا اللي هو عامل الابتسامه بيحب دايما ان هو يسمع ان ابتسامتك حلوه مش انت عامل انت ايه عامل ايه تمام، دي بتبقى مهمه جدا. وطبعا هنا برضو الصور دي بتعرض لنا ان هي مفيش تناسقيه ما بين الاسنان والشفايف. دي كانت حاله ايه يا دكتور؟ دي برضو حالات عامله ابتسامه عامله فينير بس اللي هو التناسقيه بتاعتها زي ما انت شايفه مش بالصوره المطلوبه يعني أكيد. فعشان كده بدأنا نشتغل معاها تاني ونغير لها الابتسامة بتاعتها، لأن هو أصلا الحالة جاية تشكي إن الابتسامة بتاعتها مش عاجباها بعد ما عملت وكمان الأسنان بيضة زي ما أنت شايفها يعني. أكيد. فهو جمال الابتسامة في التناسقية. أكيد. لازم تبقى الدنيا متناسقة يعني اللوحة كاملة، لوحة الوش دي كاملة عن طريق إن إحنا الابتسامة بتاعتنا متناسقة مع شكل الوش. عشان نجيب بقى عشان نحصل على التنسقيه ديت مراحل والخطوات اللي بتمر بيها الحاله لحد ما بتوصل للشكل الجمالي ده، زي ما حضرتك قلت اول حاجه بنعمل فوتو سيشن او بنصورها قبل من اكتر من زاويه عشان اعرف الشكل اللي هي عليه الحالي. طبعا. بعد كده ببتدي اعمل ايه؟ بعد كده بناخد الصور ديت وبناخد احنا طبعا الصور دي بناخدها طبعا صور استاتيك يعني ثابته يعني عن طريق ان هي بس جاست ان هي تبقى مش متحركه، وكمان بناخد لها صور دايناميك اللي هي عن طريق الفيديو، يعني احنا بنسجل حركه الشفايف حركه المنطقه اللي هي التلت الاخير من الوش ده لازم يتحلل تحليل كامل عن طريق ان احنا بنصور فيديو للمريض او الحاله وهو بيتكلم وهو بيضحك في النورمال بوزيشن بتاعه اللي هو الريست بوزيشن، وفي حركه الفكين مع بعض، وعشان عن طريقه احنا بنبدا نحلل شكل الابتسامه وحركه الشفايف بتاعه المريض. اكيد هنكمل بس انا يعني معانا اتصال برضو حابه تتكلم مع حضرتك استاذه هاجر.
الو، ازيك اهلا، يا ريم؟ عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، ازيك؟ اخبارك ايه؟ تمام. ازيك يا دكتور محمود؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا منور حضرتك في التلفزيون والله. اهلا وسهلا انا فندم، كنت ربنا يخليك. اهلا بك يا فندم، اهلا بك يا دكتور. انا كنت موجوده عند حضرتك وحضرتك عملت لي مولد سمايل. ازيك يا هاجر؟ ازيك؟ ازيك يا اهلا هاجر؟ اهلا بحضرتك. وسهلا اهلا وسهلا. فرقت في شكل كتير بصراحه، حابه اشكرك جدا. انا عملتها تقريبا من سنه، تمام، بقالك سنة عاملاها يا هاجر؟ فعلا فعلا. طب ما تحكي لنا كده عن تجربتك كده يا هاجر، أكيد. يعني تعرفي دلوقتي تتعاملي معاها دلوقتي وبتاكلي عادي، وايه ايه تجربتك كده؟ قولي لنا هو الفيدباك أنا بتاعك الأول كده. كنتش بعرف أضحك براحتي، ما كنتش أتصور، ما كنتش بحب أتكلم قدام الناس عشان أسناني هو مثلا كان ايه عيب الصغار. أسنانك أصلا يا هاجر؟ عيب أسناني ما كانتش بيضة الصفاء الماكي، معظمنا وكان فيها فروق بين السنتين اللي قدام. فطبعا كل ده اتغير لما عملت الهيلد سمايل، فرق معايا كتير جدا. طب الحمد اكيد. لله. بعد ما عملته باكل كويسه، باكل عادي وبضحك وبتصور، غيرت شكلي، بقيت بحب اتصور اصلا. طب الحمد لله، مبروك عليك. لا لا ماشي يا هاجر، شكرا يا ميرسي هاجر، جدا شكرا لمداخلتك، يا هاجر. ميرسي قوي. شوف يا دكتور، يعني فعلا كل الناس، انا كنت جايه يعني لسه هتكلم عن تجربتي، انا هعمل فيدباك على الهوا برضو. انا دايما بشوف الناس كده مهتمه باللون الابيض. طبعا احنا عمالين بنتكلم عن التناسقيه، فاحنا هنكمل في الموضوع ده وفي النقطه دي، وحضرتك وصلت معانا لحد ايه في الخطوات علشان نقدر نكملها. طبعا معانا هينزل صور وفيديوهات برضو تعلق لنا عليها، فكلمني بقى اكتر عن الخطوات زي ما حضرتك كنت بتشرحها. تمام. هو اول حاجه، بعد طبعا ما بنجمع الداتا الخاصه بالحاله واللي عن طريقها بنفهم الحاله ديت عيوب ايه الديفوهات اللي عندها واللي احنا لازم نركز عليها وفي علاجنا عشان نوصل اللي هو اكتر حاجه فعلا الحاله بتشكي منها. ومعانا فيديو برضو يعني حضرتك اتكلمنا عنه. احنا دلوقتي هنشوف فيديو دلوقتي اللي هو فيديو تصميم الابتسامه، اللي هو احنا دلوقتي خدنا كل الصور بتاعتنا وكل الداتا، بنبدا في تصميم الابتسامه بتاعتنا، نشوف ايه حجم الاسنان اللي هو هيناسب معانا الحاله ديت عشان نطلع يعني بالشكل اللي هو اللي هيبقى فيه بروز في الاسنان، ولا يبقى مثلا سن اطول من سنه، ويبقى فيه تناسقيه في الاحجام بتاعه السنين. فهو دوت احنا دلوقتي احنا دي في مرحله تصميم الابتسامه. يعني ايه تصميم الابتسامه؟ يعني احنا بناخد اطوال ومقاسات كل سنه لعشان تبقى في التناسق، نحقق مبدا التناسقيه اللي اتكلمنا عليه. اكيد. بعد كده بقى ايه اللي بيتم؟ ايه المرحلة اللي بتيجي بعد ما انا بصمم الابتسامة بتاعتي؟ تمام. هو بتيجي بقى بعد ما عملنا تصميم الابتسامة، بيجي معانا هنا بقى هو لسه تصميم الابتسامة برضه نحب نتكلم عنها، عشان هي ديت هو من الحاجات يعني المهمة جدا، اللي اني اهم حاجة في قبل البدء في العلاج لازم نكون احنا عندنا تخيل كامل للحالة. ده دي حضرتك مهمة جدا. يعني ما شاء الله بتهتم بكل التفاصيل. طبعا. يعني ده زي ما لازم. قلنا، لا مش مجرد لون، لا يعني الابتسامة تبقى لايقة على وش صاحبها، مش بس يعني ايه كل وش بنلاقيه ابتسامته واحدة لون ابيض وخلاص. لا لا، لا لا. حضرتك طبعا بتأكد بالداتا بتاعتك فعلا ان حقيقي التناسق مهم جدا. تمام. انا كده صممت الابتسامه واخترت مثلا الحاجه المناسبه للحاله اللي عندي، ببتدي انفذ ولا بيبقى فيه تهيئه، ولا يعني ايه الخطوه اللي بتيجي بعد كده؟ بص، هو احنا لازم عن طريق الداتا اللي احنا بنجمعها لازم يبقى عندنا تخيل للحاله كامله قبل لما نبدا اي مرحله من مراحل للفينش التنفيذ، النهائي. قبل ما نبدا التنفيذ، قبل ما يعني احنا كل دوت، خلي بالك احنا يعني زي ما بيقولوا كده التعامل عن بعد. يعني احنا مع الحاله، احنا جاست اللي احنا عملنا لها تصوير، اخدنا الداتا بتاعتها، لحد الان ما عملناش حاجه، اللي احنا خدنا بس تصوير للحاله، فوتو سيشن للحاله، عملنا مسح ضوئي للفك بتاعها، للفكين بتاع الفك العلوي والفك السفلي، عشان هنيجي نتكلم عليه دلوقتي، فوائد المسح الضوئي وليه بنعمله، هنيجي نتكلم عليه بعد كده.
احنا كل ده كده لسه ما عملناش، يعني احنا بنعمل احنا كل ده في مرحلة بنجهز الابتسام التصميم. اه في اكيد مرحلة التصميم اكيد. ليه؟ عشان لازم قبل ما نبدأ اي خطوة في خطوات العلاج لازم يبقى عندنا تخيل كامل للحالة، ومن التصميم دوت بنحط ايدينا فعلا على الحاجات اللي هي الديفوهات اللي هي فعلا مخلية فعلا الحالة جاية تشكي في حاجة في الابتسامة بتاعتها. كنت معانا فيديو تاني برضو. ده حضرتك ده برضو أداة مهمة جدا، ده المسح الضوئي اللي احنا بنعمله. ده دي المرحلة التانية دكتور؟ لا دي لسه برضو في مرحلة جمع الداتا. يعني كل ده أنا بجهز للابتسامة ده يعني. أهم حاجة، أهم خطوة. ده المسح الضوئي اللي احنا بنستخدمه، اللي احنا بنعمله للفكين. ده دي بقى اللي احنا بننفذ، ده هو دوت دي الحالة القائمة قبل ما نشتغل، اللي هي دلوقتي اللي موجود عليها الحالة. تمام. فهو احنا دلوقتي لازم نرجع برضو نقول لازم يبقى عندنا تخيل للحالة قبل ما نبدأ أي شغل. تمام. بعد ما أخدنا التصميم ومثلا هيئنا الشكل اللي هيكون عليه، المسح الضوئي بيتعمل علشان ايه بقى؟ بيفيدنا في ايه؟ ما ده برضو المسح الضوئي دوت، دي طبعا دي التقنية الحديثة في تسجيل علاقة الأسنان باللثة وعلاقة الفكين ببعض، بدل المقاسات التقليدية اللي احنا كنا بنشتغل بيها زمان. يعني دي حاجة متطورة أكتر أو جدا جدا. المسح الضوئي دي أحدث تقنية في طب الأسنان دلوقتي، واللي عن طريقها بنحول الحاجة، بنحول بتبقى قدامنا الداتا بتاعت العيان كاملة ديجيتال. يعني ايه ديجيتال؟ على السوفت وير. لأن الحاجات دي كلها من شغل ابتسامة هوليود ده كله عبارة عن طريق السوفت وير، سوفت ويرز معينة بنبدأ نشتغل عليها عشان نطلع كل الريزلت بتاعتنا قبل ما نشتغل خالص، وتبقى هي فعلا ديت الضامن لينا اللي احنا ده اللي هنوصل لك هنوصل بالحاله للابتسامه اللي احنا صممناها دي. اكيد. وبعد المسح الضوئي بقى بيجي ايه؟ يعني ايه المرحله اللي جايه بعد كده؟ طيب المرحله بقى اللي بعد كده، بعد طبعا بعد مرحله المسح الضوئي وتصميم الابتسامه، بنبدا بقى عندنا في حاله اللي هو الموكب، بنخش في مرحله الموكب. ده عباره عن ايه؟ مرحله الموكب دوت او مرحله البروفا. البروفا يعني انا بعمل بروفا لاسناني قبل ما اشوف الشكل الجديد مثلا؟ ولا ايوه بنعمل تمام. بروفا للشكل الجديد، وبقى دوت ما بيبقاش تخيل بقى، لا ده بيبقى بالعكس، ده بيبقى الحاله بتشوف نفسها يعني بالشكل بتاعها قبل اما نشتغل. يعني هو التركيبه مثلا ثابته ولا بتكون عباره عن ايه؟ بتبقى حاجه مؤقته حاجه مثلا؟ مؤقته تمام، بنلزقها على وضع الاسنان الموجود الحالي اللي هو قبل ما نشتغل خالص. ديت اسمها مرحله البروفا. مرحله البروفا يعني ايه؟ يعني الحاله بتشوف، بتبقى عايزه تتخيل شكلها، بيبقى الحاله بتبقى عايزه تتخيل شكلها قبل ما نشتغل. تبقى هتبقى عامله ازاي؟ هل هيبقى الموضوع متناسق معاها؟ هل مثلا هيبقى فيه فعلا زي ما بتسمع مثلا فيه بروز في الاسنان؟ هل فعلا الضحكه بتاعتها هتبقى يعني فيك قوي ولا لا؟ قبل ما بنشتغل خالص، قبل ما بنخش في اي خطوه من الخطوات اللي احنا هنقولها بعد كده، بتشوف شكل الابتسامه الجديده هتبقى عامله ايه؟ بتشوف شكل الابتسامه بتاعتها وتناسقها على وشها. وبعد كده ولو في اي تعليق في الحاله ديت برضو من الحاله، يعني ما هو اصل هو بيبقى كل حاله هي دي بتبقى ضحكتها، فهي عايزه تظبط عايزه حاجه ضحكتها. معينه مثلا يعني انا يعني لو عملت بروفا مثلا وشفت ان انا محتاجه اعمل حاجه مثلا افتح لون شويه، يعني السنه تكون اطول شويه، او اي كومنت عند الحاله نفسها، ده بيبقى مسموح بيه اثناء البروفا طبعا. يعني بدل ما احنا لسه ما عملناش الشكل النهائي مسموح ان احنا نعدل براحتنا. جميل. ما هو حضرتك البروفا دي احنا بنعملها تمام اول مره، بنعملها بناء على التصميم اللي احنا عملناه، وبعد كده بنخلي الحاله تشوف الابتسامه متناسقه معاها وهي اكسبتد بالنسبه لها ولا لا. طيب لو هي في تعليق من عند المريض من عند الحاله، بنبدا بعد كده نعيد التصميم تاني بناء على اللي هو الكومنتس اللي قالتها الحاله، وبنبدا نعدل عليها تاني ونعمل لها تاني بروفا تاني. اكيد. احنا طبعا يعني الحوار الشيق ده لسه ما انتهاش، بس هنطلع فاصل قصير جدا ونرجع تاني.
عملت هوليود سمايل بقالي حوالي شهرين مثلا. علشان بحكم طبيعة شغلي كمذيعة بتحكمني ان انا دايما اهتم بالمظهر، وكان سناني لونها مش عاجبني، وكلمت الدكتور وفهمني ان هو مش بس لازم نهتم باللون يبقى فاتح، لا لازم نهتم اكتر بالشكل وكل تفصيلة بالاسنان. وغيرت لي شكل اسناني وخلتني واثقه من نفسي اكتر، وبتكلم وبضحك، ما كنتش بحب اضحك في الصور حقيقي يعني. يعني انا حابه اوجه كلامي اكتر للناس اللي هم بيخافوا من دكاتره الاسنان. حقيقي الموضوع ما كانش فيه اي خوف خالص، لان انا عندي عقده يعني من صغري وانا بخاف جدا اروح لاي دكتور اسنان. فدكتور محمود من خلال الكشف يعني والزياره الاولى طمني جدا بخصوص كل حاجة، وعرفني كل حاجة هتتم في سناني حتى والشكل اللي هيكون عليه الأسنان. الموضوع ما كانش مؤلم خالص يعني. حقيقة أنا حابة أشكر دكتور محمود ومركز الرواد على حسن استقبالهم وعلى طريقتهم، ناس بروفيشنال جدا وعندهم التزام تام في المواعيد ومكانهم معقم وكل حاجة عندهم كويسة جدا. تجربتي معهم كانت حلوة قوي، وبنصح اي حد ان هو يجي مركز الرواد ويتعامل مع دكتور محمود. شكرا دكتور محمود، شكرا مركز الرواد. هو انا عملت هوليود سمايل بقالي حوالي شهرين مثلا. علشان بحكم طبيعة شغلي كمذيعة بتحكمني ان انا دايما اهتم بالمظهر، وكان سناني لونها مش عاجبني، وكلمت الدكتور وفهمني ان هو مش بس لازم نهتم باللون يبقى فاتح، لا اهلا بكم من جديد. ولسه مكملين مع الدكتور محمود. احنا طبعا يا دكتور قبل الفاصل كنا بنتكلم عن الخطوات، ووقفنا لحد البروفا. عملنا البروفا وقلنا كل التعديلات او كل الحاجات اللي عندنا عايزين نظبط بيها شكل الابتسامه الجديده. ايه اللي بيحصل بعد البروفا؟ اهم خطوه بقى بعد البروفا بنبدا بيها طبعا، هو احنا عندنا جمال الابتسامه جزئين، جزء ابيض اللي هو السنين، وجزء البنك اللي هو اللثه. ده بقى مهم جدا، يعني بعتبره تشكيل اللثه دوت حوالين الاسنان، انا بعتبره هو الكي اوف سكسس، يعني مفتاح النجاح في فعلا تجميل الابتسامه. يعني فعلا ابتسامه من غير لثه صحيه وشكلها جميل ما بتبقاش ابتسامه، ده من وجهه نظري. فبنخش بعد بنخش على طول المرحله الثانيه بعد البروفا. بنخش على طول عندنا في مرحله استئصال او في مرحله تشكيل اللثه. تشكيل اللثه، مرحله تشكيل اللثه ديت يعني اللثه فعلا تشكيل اللثه خطوه مهمه جدا جدا جدا. طبعا دلوقتي احنا برضو دلوقتي عن طريق التقنيه الحديثه احنا دلوقتي بنعمل تشكيل اللثه عندنا بطريق الليزر، طبعا بتبقى طريقه امنه جدا وبدون الم، والهيلينج بتاعها الهيلينج بتاع اللثه اللي هو معامل اللي هو التئام اللثه بيبقى عالي جدا جدا. فاحنا برضه معانا، انا كنت مجهز لكم فيديو معايا اللي هو تشكيل اللثه بالليزر، بيبين ازاي تشكيل اللثه بالليزر زي ما معروض على البلازما كده. وده لكل الحالات يا دكتور؟ يعني كل الحالات بتحتاج ان هي اللثه تتشكل؟ يعني مش ده زي استئصال اللثه، ولا دي حاجه ودي حاجه تانية؟ انا عايزه افهم بس النقطه دي. لا احنا هنا يعني هو احنا هنا بنعمل استئصال لثه بغرض تشكيل اللثه، عشان ارسمها يعني. نرسمها اكيد، لان احنا زي ما احنا اتفقنا، انا من وجهه نظر يعني يعني ما يقرب من يعني ما بيبالغش من 90% من الحالات او من 90% من الحالات لازم يتعمل لها تشكيل لثه.
يعني في حالات ممكن ما يتعملهاش، في حالات قليله جدا جدا، يعني ان هو فعلا ما بنحتاجش ان احنا نعمل لها تشكيل لثه. بس انا من وجهه نظري ان اكتر من 90% من الحالات بنعملها تشكيل لثه. ليه؟ لان زي ما احنا اتفقنا من في اول الحلقه ان لازم عشان تبقى الابتسامه جميله لازم يبقى في تناسقيه ما بين الاسنان وما بين اللثه. اكيد ده لازم لازم أكيد. فعشان كده لازم تشكيل اللثه دوت لازم خطوه مهم جداً. مهمه جدا. وتشكيل اللثه ده احنا بنعمله جايدد بناء على الشكل اللي احنا عملناه في البروفه وبناء على الشكل اللي احنا عملناه في التصميم. ما هي بصي خطوات مرتبطه يعني ببعض. بصي حضرتك يعني عملنا الاول بدانا بالتصميم، عملنا عليه البروفه، الحاله اقتنعت بيه وارتضت بيه، خلاص ده بقى بمجرد العقد اللي ما بيننا اللي انا كمحمود ملزم ان انا اسلمها الشكل النهائي ده كده بيه. فبعد البروفه دي بتيجي مرحله تشكيل اللثه. دي مرحله اساسيه جدا جدا جدا، وانا بعتبرها يعني مفتاح النجاح في الابتسامه. وبعد ما بيتم تشكيل اللثه بقدر بقى اعمل ايه تاني؟ يعني ايه الخطوه اللي بتيجي بعدها؟ بعد كده بقى بنخش عندنا في المرحله بقى اللي طبعا ايه يعني فيها ديبيت كتير، تمام، اللي هي مرحله تخشين الاسنان او تحضير الاسنان. دي طبعا نقطه طبعا لكل الناس اللي هم يعني مروا بمراحل هوليود سمايل او تجميل ابتسامه. دي بقى مرحله يعني ايه خلافيه بقى، يعني زي ما بيقولوا كده، يعني ايه أكيد. يعني احضر السنان ولا ما احضرهاش؟ تمام. طب في ناس بتخاف يا دكتور ان انا اتاثر يعني على صحه الاسنان، يعني اتاثر بالتخشين ده والاسنان بتاعتي تضعف او مين الاسنان تضعف. بص، في ناس بتخاف من النقطه دي. بص يا ريم، احنا معانا شكل على البلازما اهوت، تمام، يعني معانا شكل ده، يعني ده بعد التحضير. ده بعد التحضير اكيد. يعني انا يعني بص حضرتك غالبا كده اللي هيبص عليها يقول لك احنا انا مش شايف حاجه للتحضير. لا، هو انا شايفه ده فينش مثلا او أيوة. انا شايف حاجه طبيعيه. أيوة. جدا. برافو عليك. بس هتلاقي في اطار بسيط كده صغير، اطار بسيط حوالين السنه، داير من كل الاطراف يمين وشمال وحوالين اللثه وكده، تمام. هو ده بقى التخشين بتاعنا او التحضير بتاعنا. يعني مش بيأثر بالدرجه اللي هم بيتخوفوا منها على الاسنان خالص. جدا جدا. انت حضرتك التحضير دوت يعني في الحالات النورمال بيوصل بينا لجزء من الملي، لجزء من الملي. يعني شوف حضرتك الملي ده مثلا بيبقى موجود على المسطره، انت ما بتشوفهوش اكيد، يعني تخيلي بقى. فيعني ده بقى جزء من الملي، مش الملي ذات نفسه، لا ده جزء من الملي. اكيد. فبس هو يعني صراحة موضوع بقى تحضير الأسنان وكده هو موضوع برضو مبني على اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول اللي هو تصميم الابتسام. احنا عندنا وبرضو ده شكل برضو يوضح لك برضو اللي هو طبعا دوت الشكل دوت ده دي خطوة بعد التخشين ولا بعد التخشين هنجي لها دلوقتي برضو. بس انا برضو عايز اوريكي برضو شكل تخشين الأسنان عامل ازاي، حاجة بسيطة جدا يعني. لا بصراحة شكلها نورمال، حاجة بسيطة جدا جدا يعني، تمام؟ أكيد. فتحضير الأسنان برضو يعني برضو ده معتمد على التصميم بتاعنا اللي احنا عملناه في الأول. ده بنبقى احنا قايسين عليه برضو إن احنا هنبدأ نحضر من الأسنان قد إيه وهنبدأ إن يبقى شكلها قد إيه بالظبط. أكيد. تمام. وبعد المرحلة دي بتدخل بقى على مرحلة إيه؟ بعد كده بقى بنخش بقى احنا بنعمل بعد كده بقى اللي هو مرحله بقى اللي هي برضو انا تاني بقى حاجه بعتبرها بقى تاني مفتاح في نجاح الابتسامه هو بقى مرحله ان احنا نثبت القشور اللي هي موجوده على دي شكل القشور كده، دي شكل القشر او الفينير اللي احنا بنلزقه على الاسنان. ديت بقى تاني حاجة بقى بعد تحضير الأسنان أو تخشين الأسنان بنخش على مرحلة مهمة جدا بقى اللي هي مرحلة تثبيت القشور دي. إن أنا أثبتها على اللسانة نفسها الأصلية. اللسانة الأصلية. أكيد. دي بقى اللي بتضمن لينا بقى النجاح بتاع الابتسامة. مرحلة اللزق دي مرحلة مهمة جدا جدا. شوفي مثلا إحنا معانا الفيديو ده كده. ده كده اللي إحنا دي مرحلة اللزق بتاع السنان. ده كده الفينش النهائي. ده كده احنا دي كده مرحلة اللزق بتاعت القشور. مرحلة لزق القشور دي يا ريم مرحلة حساسة جدا جدا. انا عايزك تتفرج على الفيديو ده لاخره. مرحلة حساسة جدا، بمعنى انت شايف اول حاجة ان احنا مركبين حاجة اسمها العازل المطاطي.
انا شايفه فعلا حاجات بالنسبه لنا ممكن تكون يعني ايه مش عارفين ده عباره عن ايه. في خيوط بتدخل ما بين الاسنان، هل دي بتكون مؤلمه او بص حضرتك انا عايز اشرح لك الفيديو ده كويس جدا عشان الفيديو ده مهم جدا في نجاح الابتسامه او في التثبيت في التثبيت ده بقى اللي بنضمن بيه بقى للمريض. ان ساعات في بعض الحالات تيجي تقول لك انا عملت ابتسامه هوليود بس وقعت مني. لا ده انا عايز اسال السؤال ده جدا يعني عشان انا يعني تجربتي بجد يا دكتور، انا نفسي ابتسامتي اتغيرت تماما مع دكتور محمود. حقيقي تجربه انتوا شفتوا رايي في الفيديو، يعني انا مبسوطه بيها جدا جدا جدا، بس عايز انا خايفه هل ممكن تقع ولا ايه يا دكتور؟ الابتسامه دي ممكن تقع ولا ايه؟ انا هقول حاجه، انا عايز أكيد. بس اعيد الفيديو تاني بتاع مرحله اللزق. طب ممكن ده ممكن يعيدوا لنا الفيديو تاني علشان الدكتور يعلق عليه. فيديو مرحله اللزق ده فيديو مهم جدا. انا بس السؤال ده والله هيشغل ناس كتير فعلا. هل ممكن هي تقع في يعني في عمر من الاعمار او وقت من الاوقات يعني، ولا هي هتفضل ثابته؟ عايزين نعرف النقطه. بص حضرتك مرحله هي اللي انت بتتكلمي مرحله ان احنا مرحله تثبيت القشور دي هي اهم مرحله عندنا، اللي هي بقى دي بتضمن للحاله ان احنا اللي هي تضمن للحاله جوده الاسنان بتاعتها وطبعا انها ما تقعش. دي اهم مرحله عندنا في الابتسامه كلها، مرحله اللزق. يعني التكنيك او الطريقه نفسها هي اللي بتفرق. مهمه جدا جدا في موضوع اللزق، في موضوع لزق القشور ده اهم حاجه عندنا ان احنا رقم واحد نبقى زي ما انت كنت شايفه في الفيديو كده ان احنا عازلين الفم كله، اللي عازلين السنان عن الفم كله. عن الفم كله. يعني عازلين السنين اللي احنا شغالين فيها عن الفم كله. بعد كده بقى ده بس مش كده كمان بقى اللي احنا عازلينها السنه عن الفم كله كمان، لا احنا عازلين سنه سنه عن التانية علشان ما يبقوش يعني مرصوصين جنب بعض، مفيش اي فواصل طبيعيه بينهم. تمام اكيد. يعني احنا شوف احنا كمان عازلين كل سنه عن التانية، والخيط اللي هو داخل وخارج دوت ده ضمان ان احنا ان انت سنانك فعلا اوريدي مفصوله عن بعضها، سنانك مش متصله ببعضيها، وكمان يعكس لك ان مفيش بقايا لزق ما بين السنان، عشان بقايا اللزق ما بين السنان دي كمان بتعمل مشاكل بعد كده في اللثه، وبعد كده بترجع بعد كده تاثر عندنا على الشكل التجميلي بتاع اللثه اللي احنا حققناه في مرحله العلاج. تمام. ممكن يا دكتور برضو تدي تعليمات لمرضاك بشكل سريع او الحالات اللي بتعمل هوليود سمايل؟ بص يا ريم هو احنا طبعا محتاجين حلقات كتير جدا هوليود جدا سمايل جداً. والله يعني انا عايزه اقول لك ان الوقت مش كافي خالص ان احنا نقول كل حاجه عن هوليوود سمايل. ده طلع يعني مجال كبير جدا. انا عايز اقول لك لا يعني هو احنا لو هنمسك هوليوود سمايل لو انت فعلا عايزه تقدمي سلسله حلقات او عايزه تقدمي للمشاهدين بتوعك المشاهدين اكيد فعلا ده الفينش. ده الفينش طبعا، ده الفينش طبعا. تسلم ايدك بجد. ديت اللي هي الضحكه المثاليه اللي احنا بنحاول نوصل لها، ان كل حاجه فيها متناسقه مع بعضيها، شكل اللثه متناسق مع شكل السنان، متناسق مع حركه الشفايف، متناسق مع شكل الوش، ده اللي احنا بنحاول نوصله في الاخر. اكيد. بس عايز اقول لك ان ابتسامه هوليود يعني مجال كبير، وفعلا هو عايز يعني احنا كل ايتمز من اللي انت اتكلمت فيها عليهم دول يعتبر احنا ادينا فيهم نبذه صغيره. اكيد. هو كل ايتمز من اللي احنا اتكلمنا فيهم دول سواء من بدايه من التشخيص للتصميم الابتسامه للمراحل بتاعتها. والله يا دكتور محتاجين سلسله حلقات حقيقي. انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا، محتاجين فعلا سلسله حلقات يعني. ميرسي جدا على كل المعلومات القيمه اللي قدمتها لنا والداتا الجميله دي. بشكر حضرتك دكتور محمود اخصائي تجميل وزراعه الاسنان. نشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي. شكرا يا ريم. شكرا يا ريم. شكرا. Oh.